الحكومه داخله بعضها داخله ما فماش فهمني منين نحط ريوسنا فهم نحبوا نفهموا حاجه يطلعونا بحاجه اخرى اليوم بركه انا نتصنت تو في الموزعيك خليك وزير النقل عيطوا له باش في المحكمه ولا شنو خاطر كان يخدم مدير في البوسطه وكذا وعنده تهريب معناهاش مازلنا معناها ما عادش فاهم شيء الشعب ما عادش فاهم شيء ممل نحن في بنا صارت ثوره وصارت كذا وزاد على الكورونا ما فهمنا شيء ما فهم الناس تعارك في بعضها الناس داخله بعضها بلاد معناها دخلوها في حيط بيتي دخلوها في حيط ما عادش مرتاحين الناس تمشي وحدها هاي مع الضرب العباد هبلت فهمني وزاد تو سمعنا البنوك زاد باش تقرف اش مازال شنو مازال العباد على اعصابها على اعصابها صدقيني على اعصابها الشعب التونسي مل هيتي مل صد يعني لو كنت يزي المكتوب فارغ لا يزي مثلا مش يخدم لا يزي الشباب راقد وزيد والعرق ها لحد الحزب هذا ها والحزب الاخر وما زيس النواب والماشيين بها الحكايه دي ها هو الرئيس يعطينا في حاجات وقاعدة حاجات غامضه عرفنا شكون اللي يحب يعطل ويحط راسه في الحجر عرفنا ما فهمناش انت ما فهمناش ها ولا رئيس الحكومه باش يحبوا يستقل وهو قال لك لا ما نستقلش مش وضع ما نستقلش كل مره نحن نجيبوا رئيس الحكومه كيفاش باش تركح البلاد هذا يخدم ومن بعد يزيدوا رئيس الحكومه يا اخي يزيدوا ينحيوا الوزراء يزيدوا شنو هي معناها مسلسل مكسيكي ولا الحكومه قاعده تسبب في الحكايه بس تسبب بالبطاله بالكذب كما كيفاش يقولوا غلطوا بوسناق خذوا المناصب وكيفاش مكاسب لكن خليهم الوطن كما برشا حاجات معناتها ما هي الاشخاص هذوما نتاع الحكومه مش قاعده تخدم البلاد اختموا لنا تري اعتموا لنا حاجه هكا تو تشوف الشعب شو يعمل وقت تتوم عليهم الشعب ما مادام تتوم ما تعمل حتى لين تتعاركوا لين تاكلوا بس الشعب شو يولي انا لا يقدر انا لا يقدر الشيء اللي يعملوا فيه نتاع حرب اهليه باش يخلقوا الناس باش تعمل حرب اهليه يا ودي نظفوا يا ودي الحكومه تفهموا يا رؤساء يا اشخاص كبار يا ما نجمش نسمي بالواحد بالواحد نجم نقول بصفه عامه الكل تنوع الشعب اللي ما عنده شيء القليل ما عنده حتى شيء يمشي للبحر يقولوا اجى لهنا يمشي ما يقولوا اجى لهنا يمشي للمسرح يقولوا اجى خليه يمشي يتفرد خليه الى زيد هو بطل وما عندوش فلوس وزيد تاثر عليه انت من فوق وتعطيه ستاكا من فوق بالسيف الشعبي بالسيف الشعبي شيء ما عندهم هما يلزوا فيه بالسيف شيء المشاكل السياسيه اللي هما قاعدين نزاعات اللي قاعده تصير في المجالس واللي قاعدين نشوفوها في التلفزه تعكس منظومه سياسيه هشه على الاخر وديجا تاثر سلبيا على المجتمع وتاثر سلبيا على الشباب اللي قاعد يشوف الاوضاع هذيك اذا كان انا قاعده متفرجه ونشوف هكاك انت كيف انت باش تحكمني وباش تسير البلاد كيفاش انت باش تخلينا احنا نقدموا باش تعطي صوره ايجابيه هذا قاعد ياثر علينا سلبيا على جميع المستويات الاجتماعيه المعيشيه الاقتصاديه كل شيء علاش انت اذا كان في بلاصه باش تعالج مشكله اجتماعيه اقتصاديه بليتو خاطر احنا مبنيين على الاقتصاد كل شيء اقتصاد وقاعد تعالج في مشاكل اخرى ها ودرا شنو حكي معايا ها ودرا شنو عمل معايا وصراعات وفضايح في التلفزه دونك هذا ياثر علينا على الاخر على هذيك بربي نحاو نزاعاتكم وخليوا مشاكلكم على جنب واهبطوا سير تيرا وشوفوا احنا فاش قاعدين نعيشوا شوفوا الزوالي كيفاش حالته الاجتماعيه شوفوه بالرسمي حاله تسخف عباد قاعده تعيش في وضعيه ميزيرابل على الاخر وحاولوا تطوروا شويه وتلهيوا بالمهم مش بالحاجات اللي ما عندها حتى فايده واللي احنا قاعدين نشوف فيها بيزاخ عالم يتفرج فينا دونك ان شاء الله تيتغير كل شيء. بالنسبه لي انا كتونسي نحب نقول اللي بصراحه السياسيين كرهونا في تونس السياسيين على بكره ابيه. بالنسبه لي انا نحب اللي الدوله هذه واللي شادينها المسؤولين بربي يوجدوا لنا حل في غلاء المعيشه وهالبطاله المتفشيه. انا بالنسبه لي انا هني نخدم الحمد لله ولكن بصراحه ياسر معيشة غليت برشا معناها كل يوم تسمع زيادات وما عادش كيما قبل توا احنا قبل فرحنا كي خرج بن علي من تونس وقامت الثورة من أجل باش تنحى الظلم ومن أجل باش تحسن أوضاع الخدامة ومن أجل باش تحسن أوضاع البطالة لكن عباد ولا تهاجم البلاد وأنا بصراحة معناها كارهم يقعدوا في بلادهم يخدموا لكن شيء الجريمة تفشيت زادة برشا حاجات فزدت معناها اللي احنا كنا نتمناو انها تتصلح كنا نتمناو انه البلاد معناها تمشي نحو الافضل نحو لكن بصراحه شيء اسف واحد يشوف حال البلاد وكي يتاسف
وان شاء الله ربي يجري على الصلاح وربي ان شاء الله. معناها انا بصراحه نحب نقول كلمه اني انا بصراحه خذيت قرار اني ما عادش نتخب حتى حاجه. يزوم يا قولنا حل هكا واش نجم نقول انا خاطر مانيش انا اللي معناتها اللي باش نقترح عليهم الحل. اذا هما عباد شادين مناصب بيان سور يعرفوا فاش قاعدين يعملوا. هما كعباد معناتها كومبيتون شادين مناصب كيما هكاكا يلزمهم خويا يعطيونا البلوس. علاش قاعدين هما معناتها كيما نقولوا احنا في المناصب هذيك؟ اذا هما ماهمش كفا دونك خلي بلاصتك لغيرك تو سامبلومون. هذا اش نجم نقول. اثر على معنويات التونسي وعلى الاقتصاد التونسي وعلى الثقافه التونسيه وعلى المجتمع التونسي باكمله. بطبيعه الحال ما ثماش دواليب الدوله دور ماهيش دور دواليب الدوله بلوكاج معناها بالنسبه للدوله بلوكاج. ما ثماش معناها تنفس باش التونسي قاعد يبدي في رايه وقاعد يتكلم وقاعد يخدم وقاعد ينتج وقاعد لا هذه تاثر المعنوي على التونسي في نطاق الانتاج والانتاجيه. يهبطوا للميدان مش من فوق لفوق غاديك شادين الكراسي او شنو معناها ما عندهمش ما عندهم حوار كان على الكراسي ولا شكون باش يشد الاولاني وشكون معناها باش يشد قبل خوه هكا هاو ما يهمهمش في اللي تحتهم راه ينظروا شويه لوطا ما يسالش فما حتى مشكل. يهبطوا للميدان يشوفوا المواطن كيفاش عايش يشوفوا الاسعار يشوفوا الدنيا راه بالرسمي شيء يوقف المخ والله اقسم بالله. الو